مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، الأجواء دائما تبقى مشمسة تماما على الولايات الشمالية للوطن، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميل صبيحة الغد المدن الوسطى وحتى الغربية. نشاط رعدي سيتواصل هذا على المرتفعات الداخلية الوسطى مرفوق ببعض الأمطار الرعدية بمرتفعات الأوراس. نشاط رعدي آخر بمرتفعات الهجر والتسلي، لكن أكثر فعالية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد تتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة بشمال الوطن، لتتعدى 30 بشمال الصحراء. نفس المقياس بأدرار، إن صالح 23 بتمنى راست وجانت، لتقارب 31 درجة بتندوف برج برج مختار إنجزم. ظاهرة الغد بحول الله الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما ارتفاع ببعض الولايات الشمالية، لتقارب 40 درجة بتيزي وزو، 42 بغليزان شلاف ومعسكر، 33 درجة بالجزائر العاصمة، 35 بعنابة سكيكتا، 32 بوهران مستغانم، 37 درجة بتلمسان وحتى بالجلفة، 35 بالبيض، 38 ببتنا، لتتعدى 42 درجة بشمال الصحراء، 44 فيما يخص تيندوف، 46 درجة بأدرار، 44 بإنصالح برج برج مختار إنجزم. البحر عموما سيبقى هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعة رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والغربية، 30 كيلومتر على السواحل الشرقية. هذا داخل الختام، سيكون بالمعلومات الفلكية شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و 47 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد للجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.